القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى، وهو آخر وأفضل الكتب السماوية التي نزلت على الأنبياء، ولقد تكفل الله عز وجل بحفظه، ولذا فليس فيه تحريف أو تزوير، وهو نور يهدي الناس إلى الإيمان بإذن الله تعالى. والآن يا أصدقائي، هيا لنسمع أنشودة رقيقة عن هذا الكتاب العظيم. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، إن له لحلاوة وعليه لطلاوة. نتلو منه تلاوة فتحرك وجداني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. فهو لقلبي رحمة وهو لعقلي حكمة، فهو لقلبي رحمة الرحمة وهو لعقلي حكمة، وهو لكل الأمة دستور رباني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. نزل به جبريل للمختار يقول، نزل به جبريل للمختار يقول، اقرأ أنت رسول تهدي للإيمان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. فبدا خير الخلق ينشر دين الحق، فبدا خير الخلق ينشر دين الحق، باللين وبالرفق وبآي القرآن. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، أقرأه بتدبر وخشوع وتفكر، وأسبح وأكبر بفؤادي ولساني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. فهو كلام الله ربي جل علاه، فهو كلام الله ربي جل علاه، قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. فعلينا أن نداوم على تلاوة القرآن الكريم، وأن نحرص على قراءته بخشوع وتفكر وتدبر، فهو حياة للقلوب، ويجلب الراحة للنفوس والطمأنينة في الصدور. وعلينا أيضا أن نجتهد في حفظ آياته والعمل بما فيها من الأوامر والتوجيهات، والابتعاد عما فيها من المحرمات والمنهيات.